الله الرحمن الرحيم. بيان قمة تونس 22 أبريل 2024، تجسيدا للروابط الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ودولة ليبيا، وانطلاقا مما يجمع شعوب الدول الثلاث من إيمان عميق بوحدة المصير وجوار جغرافي مباشر وقواسم حضارية وثقافية واجتماعية واقتصادية، وترسيخا للإرادة الصادقة والعزم القوي على اعتماد خطط العمل جديدة وناجعة لمزيد توثيق عراء التعاون والشراكة الاستراتيجية ودعم التكامل بين الدول الثلاث من أجل تعزيز مناعتها وقدراتها على كسب الرهانات المشتركة، فضلا عن ترسيخ سنة التشاور حول مستجدات المنطقة ومختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وإحكام تنسيق المواقف والرؤى. انعقد يوم 22 أبريل 2024 بقصر قرطاج بدعوة كريمة من سيادة رئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية الاجتماع التشاوري الأول بين قادة بلدان الشقيقة الثلاثة سيادة رئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية وفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وفخامة الرئيس محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا. وأجرى القادة الثلاثة بالمناسبة مشاورات شاملة وصريحة وبناءة دارت في أجواء أخوية مفعمة بروح التفاهم والتضامن، أكدوا في أعقابها على ما يلي: الأهمية البالغة لتنظيم هذا اللقاء والحفاظ على دورية انعقاده بالتناوب بين الدول الثلاث للارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تربط كل بلد بالآخر إلى مرحلة نوعية جديدة تتعدى الإطار الثنائي إلى التفكير والعمل الجماعي. الإدراك المشترك بضرورة توحيد المواقف وتكثيف التشاور والتنسيق لتدعيم مقومات الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة كلها وتعزيز مناعتها، لا سيما مع بروز متغيرات ومستجدات إقليمية وأزمات دولية متلاحقة وفارقة، لم يعد بالإمكان لأي دولة أن تواجه تداعياتها بمفردها، فضلا عن الحاجة الملحة لأن يكون للدول الثلاث صوت مسموع موحد وحضور مؤثر وفاعل في مختلف فضاءات الانتماء الإقليمية والدولية. الاستعداد التام للانفتاح على كل إرادة سياسية صادقة ومخلصة تتقاسم ذات الأولويات المشتركة البناءة في دفع هذا العمل الجماعي المشترك وإثراءه وتعميق التفاهم والتعاون خدمة الأمن والاستقرار والنماء بالمنطقة والنأي بها عن سياسة المحاور ومخاطر التدخلات الخارجية. تمسك الدول الثلاث باستقلال القرار الوطني النابع من إرادة شعوبها وحرصها على إقامة علاقات مع البلدان والتجمعات الإقليمية والدولية الأخرى في إطار الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتمسكها بنظام دولي متعدد الأطراف بدعم التعاون والتضامن والعدل والإنصاف في العلاقات الدولية ومساواة الجميع أمام القانون الدولي. ضرورة ألا يقتصر هذا التشاور والتنسيق على الملفات السياسية فحسب، بل يشمل كل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب الدول الثلاث لتحقيق تطلعاتها المشروعة في الاستقرار والازدهار والتكامل.
الرفض التام للتدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، ودعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تنظيم الانتخابات بما يحفظ وحدة دولة ليبيا وسلامتها الترابية ويضمن أمنها واستقرارها ونمائها، مع تأكيد على الدور المحوري لدول المنطقة المجاورة لليبيا في دعم السلطات الليبية في مسار إعادة الاستقرار والأمن وفي جهود إعادة الإعمار. الإدانة القوية للانتهاكات اليومية الصارخة وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجديد الدعوة العاجلة للمجموعة الدولية من أجل الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي والرافع الكامل الحصار عن قطاع غزة لتأمين إيصال المساعدات الغذائية والطبية، وتتبع قيادات الاحتلال ومسألتهم عن جرائمهم، فضلا عن الدعم الثابت لصمود الشعب الفلسطيني الباسل لاستعادة كافة حقوقه التاريخية المشروعة وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والمساندة المطلقة لحق دولة فلسطين في الحصول على عضوية كاملة ودائمة في منظمة الأمم المتحدة. خطورة التدخلات الخارجية في منطقة الساحل والصحراء وتبعاتها على السلم في دول المنطقة وفي العالم، وضرورة دعم أمن واستقرار دول هذه المنطقة وحماية سيادتها الوطنية ووحدتها الترابية، وتعزيز التعاون معها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والتجارية والتنموية. ضرورة اطلاع العمل العربي الإفريقي المشترك بمسؤولياته ودوره في سياق الجهود الأممية الهادفة إلى وضع حد للمعاناة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها الشعب السوداني الشقيق، وفرض وقف الاقتتال والاستعاضة عن العنف باعتماد الحوار سبيلا لإيجاد تسوية للأزمة في السودان تحفظ مقدراته وأمنه واستقراره ووحدة أراضيه. أهمية مزيد تعميق التشاور والتبادل التحاليل والتقييمات والمعلومات ومقومات حول ظاهرة الإرهاب والاتجار بالبشر وبكل أنواع المخدرات والجريمة المنظمة لحماية المنطقة من هذه الآفات. وفي ضوء التهديدات والتحديات التي تواجهها الدول الثلاث جراء التغيرات الجارية في المنطقة وفي العالم، ومن أجل دفع مختلف أوجه التعاون وتفعيل الجهود المشتركة لتعزيز قدرة شعوبها على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا سيما في مجال تحقيق أمنها المائي والغذائي والطاقي، اتفق القادة الثلاث على تكوين فرق عمل مشتركة يهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة، ووضع مقاربة تنموية تشاركية لتنمية هذه المناطق، مع العمل على توحيد المواقف والخطاب في التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الإفريقية جنوب الصحراء. تكوين فريق عمل مشترك لصياغة آليات إقامة مشاريع واستثمارات كبرى مشتركة في مجالات وقطاعات ذات أولوية على غرار إنتاج الحبوب والعلف وتحلية مياه البحر وغيرها من المشاريع وبرامج التعاون الهادفة إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي للبلدان الثلاث، ومن ذلك التعجيل بتفعيل آلية المشتركة لاستغلال المياه الجوفية المشتركة في الصحراء الشمالية، التعجيل بتنفيذ مشروع الربط الكهربائي المتزامن بين شبكات نقل الكهرباء بين الدول الثلاث، وتطوير التعاون وإقامة شركات في مجال استكشاف وإنتاج وتخزين المواد البترولية وفي قطاعات المناجم والطاقات المتجددة والنظيفة على غرار الهيدروجين الأخضر.
تذليل الصعوبات التي تعيق انسياب السلع والبضائع بين الدول الثلاث، وبحث سبل رفع من نسق التجارة البينية وإقامة مناطق تجارية حرة مشتركة. التسريع باتخاذ الإجراءات المناسبة لتسيير حركة نقل الأشخاص والبضائع، لا سيما عبر تطوير شبكات النقل الطرقي والسككي وإنشاء خط بحري منتظم يربط بين الدول الثلاث. وضع برامج عمل لتثمين مختلف أوجه الموروث الحضاري المشترك ولتعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والتكوين المهني والتكنولوجيات الحديثة والتبادل الطلابي والشبابي وتشجيع إنتاج برامج ثقافية وتربوية مشتركة. وفي ختام هذا الاجتماع الأول، تقرر تكليف نقاط اتصال يتم تعيينها من قبل كل دولة لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تمهيدا لعقد الاجتماع التشاوري القادم الذي سيتم تحديد موعده ومكانه بالتشاور بين قادة الدول الثلاث.